وأنا رأيت الشخص كان وارثا لأحد العلماء لما توفي ذلك العالم، كان مديونا كثيرا للأمور الدينية، استدانها للأمور الدينية. هذا الشخص الوصي لذلك العالم كان يقول بأنه هذا العالم لما توفي لم يبق منه إرث لورثته، لأن الإرث يكون بعد أداء الديون. قال هذا العالم الذي مات وهو مديون كثيرا لأمور الدين، لو تباع ممتلكاته كلها حتى ملابسه التي على بدنه ديونه أكثر من ذلك. إذن لم يكن له إرث، كانت عنده ورثة، ورثة كانت عنده، أما مع ذلك الورثة لم يصلهم شيء لأنه كان مديونا كثيرا. إذن فينبغي للمؤمنين بالمقدار اللي يتفهمون، بالمقدار الذي يعون، يعرفون أن هناك حاجة إلى إقامة الدين، كل في أي بلد كان، في بلاد الإسلام كان أو في بلاد غير الإسلام كان، من إقامة مؤسسات دينية، من إقامة مؤسسات ثقافية، من إقامة تبليغ الدين، سواء بالكتب، سواء بالخطب، سواء بتهيئة المجالس، سواء بالإذاعات، بوسائل التلفاز، بوسائل المحطات المختلفة، بالفضائيات. أي مقدمة وجود لإقامة الدين، هذه المقدمة تكون واجبة ما دام من فيه الكفاية غير متحقق. والدين لذلك يكون الدين في مثل ذلك واجبا أيضا إذا لم يكن هناك محذور من حرج أو ضرر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفهم المؤمنون والمؤمنات في كل مكان لهذا الواجب الملقى عليهم جميعا، كل بحسبه.